طيب خليني أسألك برضو عن الماتش الأخير أمام جزر القمر وتغيير الشناوي بين الشوطين، هل كان نوع من أنواع استعراض العضلات من أيمن طاهر أنه جنش البعيد بقاله فترة ينضم للمنتخب وسط انتقادات ثم يشارك الشوط الثاني؟ صحيح ما جالوش اختبارات لكنه تحس أنه موجود. عنده ثبات موجود على يعني موجود. وبعدين ما شاء الله مباراة المولودية بالأمس قدم مباراة رائعة، وقبلها المباراة اللي في الدوري قدم مباراة طيبة، كان نوع من أنواع يعني أنا مراهن، صدقوني أنا رهاني بيبقى صح؟ لا والله خالص انت عارفني يا كابتن شوبير انا مش بتاع استعراض عضلات ولا بتاع ولا كلام، انما الموقف حصل كالتالي. في كوره في الشوط الاول الشناوي، كوره كانت صعبه يمكن تبان سهله انما هي صعبه لينا كجول. انت عارفني انا ببقى قاعد عيني دايما على الجول، ما يعني ما ممكن ما تابعش الماتش، انا شايف بس ده جول فين وواقف فين وتحركاته. انت ليك طريقه معينه في التعامل مع الحراس؟ ليا صفاره كده معينه كل جول مصر عارفاه. كل مصر عارفاه. فانا بعد الكوره دي لقيته الصفاره بتتغير. لا لا لا، هي الصفاره، هي صفاره واحده وعارفينها. هات الكاميرا يا ابني على الكابتن ايمن. هات الكاميرا على الكابتن ايمن. بصفر بالاثنين دول. بصفر بالاثنين دول كده. هم ثلاثه ورا بعض كده عارفين، لازم عارفين بيبص لي. فصفرت له بصيت فلقيته ماسك يعني حاطط ايده على عضله الضمه كده. فعملت له كده قال لي تمام، قلت له اوكي. متابع انا بقى بقيت الشوط الاولاني. ف بتقلق بقى هنا ايمن؟ اقلق. مش اقلق، مش اقلق كماتش عليه، اقلق على جولي. نعم. على الجول بتاعي. نعم. دخلت بين الشوطين من غير ما حد يدرى ولا حد يحس ولا حد يعرف غرفه الملابس، جبت الدكتور محمد ابو العلا. دكتور محمد ابو العلا انا شفت محمد الشناوي كذا، دي اوضه التدليك اللي جوه. راح خده. خدنا عمل التست هنا هنا هنا، قال له حاسس بتقل خفيف في الضمه. فالدكتور ابو العلا قال لي في تقل هنا خفيف. قلت له التقل؟ قال لي لا انا ممكن اكمل. ده الشناوي. قلت له طيب اقول لك وجهه نظري، الكلام ده كله في الاوضه انا ومحمد شناوي والدكتور محمد ابو العلا. قلت له اقول لك وجهه نظري، انت راجع من سفر من كينيا. ايوه. عندنا ماتش النهارده، عندك ماتش مع النادي الاهلي بعد 4 ايام بسفر. نعم. يعني انت هتسافر برضو ومشكله السفر دي طبعاً مشكله طبعا، طياره وشغلانه في ظروف انت مش عارف الملعب هناك عامل ازاي. نعم. واجبي ان انا اقول لك ان انا عايز احافظ عليك. بس ايه؟ قال لي اللي انت شايفه. قلت له لا. ايه؟ قال لي خلاص. قلت له انا شايف ماتش كويس، الدنيا حلوه الحمد لله، كسبانين 4 ومقدمين عرض كويس والكلام ده كله. قال لي خلاص اللي انت شايفه. قلت له هبلغ. قال لي هبلغ كويس. رحت طالع على الكابتن حسام، خدته على جنب. كابتن حسام في كذا كذا كذا. قال لي يعني اصابه؟ قلت له لا تقل. فمن واجبنا يعني انا شايف ان احنا ممكن نغير. قال لي لا طبعا عنده ماتش، وعنده ماتش مهم مع النادي الاهلي. حلو. مصلحه النادي الاهلي احنا بنحافظ على اللعيبه اللي عندنا. وقال لي بما معناه دول امانه موجوده عندنا. جميل. نرجعها لانديتها. مظبوطين فنحافظ عليه. الشناوي تمام اوكي اوكي، غير سخن نزل بس. ولا استعراض عضلات ولا كلام من ده خالص. حلو، لانما التفاصيل دي كتير ما يعرفهاش كابتن ايمن. لا الكابتن حسام بساعتها على طول. قال لي ايه وبتاع وراح لحمد. طبعا نتيجه المباراه ساعدتك، شكل الفرقه ساعدك بس كده. نعم. فخلاص الدنيا مريحه. نعم. فمن واجبي ان انا زي ما الجول ده جالي سليم ان انا ارجعه النادي بتاعه سليم. طيب فالتقل ممكن يبقى شد. ممكن يبقى بس الله يقدر. وبعدين دي سهله، ده في شوطه. مظبوط. وهي راجعه له ممكن خلاص. يبقى انا ليه؟ طب انا الدنيا كويسه معايا وفي نفس الوقت انا عايز ارجعه النادي الاهلي عنده ماتش مهم. نتيجه